انتهى الكلام وبدأت الصواريخ الإيرانية تنهال على القواعد الأمريكية في العراق ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني. الصواريخ التي أطلقت من إيران استهدفت قاعدتين عسكريتين في الأنبار وأربيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن بلاده تجري تقييما للخسائر والأضرار التي نجمت عن القصف الصاروخي الإيراني لقاعدة عين الأسد في العراق والتي كانت لها الحصة الأكبر من الصواريخ، لكنه قال أيضا إن كل شيء على ما يرام. المرشد الإيراني علي خامنئي وصف الهجوم الصاروخي الذي استهدف قواعد أمريكية في العراق بالناجح. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان قال إنه لا توجد معلومات حتى الآن عن أي أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم، إلا أنه أكد أن الجناح الذي يضم الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة عين الأسد طاله القصف الصاروخي. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف علق بعد قصف قاعدة عين الأسد بالأنبار قائلا: انتهينا من الرد ولا نريد التصعيد. أما رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري فقد قال إن بلاده سترد بشكل أكثر تدميرا إذا ما تعرضت لهجوم أمريكي، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتعلن الولايات المتحدة سحب قواتها بأسرع ما يمكن من المنطقة. وبحسب سياسيين عراقيين فقد خرجت الأمور عن السيطرة، لذا ينبغي على كافة الأطراف التي تملك حسا بالمسؤولية اللجوء للعقل والحكمة والحلول المعقولة التي تخدم مصلحة الأطراف كافة. محللون قالوا إن الرد الإيراني هو بداية انطلاق شرارة حرب بالوكالة بين المعسكرين الأمريكي والإيراني، مكانها العراق الذي يحاول الوصول منذ أعوام إلى حالة استقرار أمني وسياسي.